يسرني ويشرفني المشاركة في مؤتمر سيديك 2020 في هذا العام، ويتميز هذا العام بتواجد شركة إندكس وتنظيمها، وهي شركة معروفة في إيديك دبي منذ عشرات السنين. نتمنى لها التوفيق طبعا ولهذه المشاركة. هذا المؤتمر في هذا العام يهتم بالمواضيع الجديدة في طب الأسنان، وخصوصا الجراحة المباشرة في الأقنية اللبية. تعتبر مجلة آفاق طب الأسنان هي النافذة الإعلامية للجمعية السعودية لطب الأسنان، وهي التي تنشر جميع النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية للجمعية. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لشركة إندكس التوفيق في العام القادم، وإلى اللقاء في سيديك 2021 إن شاء الله.